حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا طبعا السلطنة بتنوع بيئاتها، سواء كانت البيئة البحرية، البيئة طبعا المتمثلة في السهول والجبال، فيها الكثير من الكائنات الحية وفيها تنوع بيولوجي كبير جدا. نتعرف على هذا التنوع من خلال هذا التقرير، ثم نعود لنتكلم عن مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. الموقع الجغرافي للسلطنة والتنوع الجيولوجي الذي تتمتع به بين السهول الجبلية والمرتفعات والوديان والصحاري عزز التنوع البيئي والأحيائي من خلال وجود عدد من الأحياء البرية كالمها العربي والطهر العربي والثعالب الصحراوية والغزلان التي تتوزع على مختلف البقاع الجغرافية. كما تتميز البيئة البحرية العمانية بشواطئها الجميلة التي تمتد لمسافة 3165 كيلومترا وبمواردها الطبيعية ومناظرها الجمالية وما تحويه من تنوع في الأحياء البحرية التي تشكل عامل جذب سياحي. وتشكل المحميات الطبيعية حجر الزاوية في السياحة البيئية في السلطنة بما تحويه من ثروات طبيعية فريدة وتنوع بيئي جذاب وعناية فائقة بالحياة البرية والبحرية والتكوينات الجيولوجية. هذا التنوع الأحيائي يعكس ثراء البيئة التي تتمتع بها السلطنة، وتبقى عملية استثمار هذه المقومات الطبيعية بتنوع الحياة البيئية والفطرية فيها والمحافظة عليها. فعلا محتاجين نحافظ فعلا على هذا التنوع البيئي والأحياء هنا في السلطنة الحبيبة، ويأتي ذلك بدعم البحوث والدراسات أيضا المتعلقة في هذا الموضوع. وأيضا ليس ببعيد حديثنا عن مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية مع الدكتور علي بن حسين اللواتي، خبير الموارد الوراثية النباتية بالمركز. أهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خالد. اهلا بك. كذلك ارحب بالاستاذ عبد الله بن هلال البلوشي، اختصاصي الرصد وجمع البيانات بالمركز. اهلا وبك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا بكم طبعا. وحديثنا عن مركز عمان للموارد الوراثيه والحيوانيه والنباتيه، دكتور علي فقط نعطي لمحه كذا عن المركز. مركز عمان للموارد الوراثيه الحيوانيه والنباتيه انشئ في عام 2012 تحت مظلة مجلس البحث العلمي. نعم. المركز اهتم بالموارد الوراثية الموجودة في عمان، وهي نعتبرها كنوز عمان. والمقصود بالموارد هنا بعد البحث العلمي، ما هي الفرص الاستثمارية التي ممكن نخرج منها من هذه الموارد، سواء كانت موارد نباتية حيوانية كائنات دقيقة أو كائنات بحرية بشكل عام. ماذا تقصد بالاستثمار هنا؟ طبعا المقصود بالاستثمار انه احنا طبعا كعمان كبلد محتاج الى تنويع الاقتصاد. فالمورد الوراثي هو مورد ممكن يساعدك في ايجاد فرص اقتصاديه. على سبيل المثال بالنسبه للنباتات في عمان تقريبا حدود 400 نوع من النباتات، من ضمن 1200 نبته نوع من النباتات هي نباتات ممكن تكون نباتات طبية. فهذه النباتات الطبية طبعا انت ما تقدر تقول مو فائدتها الا لما تعرف مو العناصر اللي فيها، مو التنوع الموجود في البلد. من خلال البحث العلمي ممكن تصل الى التطبيقات، ممكن تكون هي مساعدة في الاستثمار كمصانع مثلا لانتاج المساحيق او مثلا المنتجات الطبيه الاوليه، يعني مش صيدلانيه. فهذه كلها ممكن تكون عن طريق البحث العلمي ومن ثم ايجاد فرص الاستثمار من هذه. وهنا ياتي دور هذا المركز. ربما في دعم هذه الدراسات وهذه البحوث. طيب عبد الله، اكيد محتاجين ايضا لقاعده بيانات لهذه الموارد الوراثيه سواء كانت حيوانيه او نباتيه، الى اي مدى هذه قاعده البيانات موجوده لدينا؟ نعم صحيح. المركز اول ما بدا قاعده البيانات طبعا كنا عملنا دراسه لمدى توفر فعلا البيانات المتعلقه بالكائنات الحيه
في السلطنة، التنوع الإحيائي في السلطنة. نعم. للأسف وجدنا أن هناك في توزيع كبير في البيانات في عدد من الجهات، وكل جهة يكون عندها بيانات مختلفة عن الجهة الأخرى، وبالتالي وفق تخصص طبعا. نعم وفق تخصصها، لكن ارتأى طبعا من أهم مهام مركز عمان الموارد الوراثية أنه يكون في قاعدة وطنية، وبالتالي عملنا خلال السنوات الماضية على أنه نوحد جهود هذه الجهات المعنية وجمع جميع البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية في مكان واحد. والحين ما شاء الله الحمد لله ممكن دكتور علي بيتكلم عن قواعد البيانات النباتية، وأيضا عندنا قواعد بيانات خاصة بالحيوانات والكائنات الحية الدقيقة وأيضا الكائنات البحرية. نعم. طيب دكتور علي، يعني قاعدة البيانات هذه أكيد مهمة جدا للباحث والدارس وأيضا للاستثمار كما ذكرت. نعم. طبعا في مرحلة متقدمة. نعم. النباتات متعددة في السلطنة وفق البيئات المتنوعة التي تحويها السلطنة. نعم. إلى أي مدى قاعدة البيانات فعلا ثرية وغنية للباحثين في هذا الجانب؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. هو طبعا قاعدة البيانات هي حاليا في مرحلة نهائية بالنسبة لبعض عناصر المعلومات الموجودة فيها. فبالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي التابع لوزارة التراث والثقافة، أيضا مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، تقريبا جمعنا في حدود 10,000 معلومة أو ريكوردز حول النباتات وتوزعها واستخداماتها في السلطنة. فهذا إن شاء الله حتكون متاحة للجميع عن طريق منصة إلكترونية يعني هي للمركز، ممكن يطلع عليها الباحث يعرف مثلا شو من النباتات الموجودة، أين توزعها الجغرافي، شو استخداماتها حاليا الموجودة في البلد أو خارج البلد، أيضا شو من المعلومات البحثية اللي صارت حول هذه النباتات على سبيل المثال. نعم. طيب نعم. هل هناك توجه لإعادة مسح هذه النباتات خلينا نقول في البداية المتوفرة في مختلف البيئات لفعلا تكون قاعدة البيانات يعني قوية ورصينة، بحيث أنه في هذا المسح ربما يشارك مختصون في كافة المجالات المعنية؟ طبعا الجهود مستمرة والدراسات في مختلف الجهات هي مستمرة. قاعدة البيانات أهم هدف ليها أن أول شيء إيجاد يعني أساس لجمع المعلومات، وبالتالي يعني استمراريتها واستدامتها يقع ضمن إطار أيضا الجهات الأخرى. طبعا مثل ما أشار الدكتور علي أنه هذا قاعدة البيانات ليس ملك لمركز عمان للموارد الوراثية، وإنما هي بالشراكة مع الجهات المختلفة. نعم. الجميع مشارك فيها. طيب الجميع كيف قائمين على التنسيق مع هذه الجهات؟ هنالك نسميهم مجموعات علمية أو لجان علمية بالمركز تابعة للمركز، يمثل كل جهة شخص من كل جهة، وبالتالي في تنسيق مستمر بينهم. أيضا تم خلال الفترة الماضية كم التنسيق مع الجهات الأخرى كتعيين ضابط اتصال في كل نسمي كل مجموعة. فعلى سبيل المثال المجموعة النباتية يوجد لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ضابط اتصال، وأيضا لدى الجهات الأخرى، وبالتالي في تنسيق مستمر مع الدكتور علي بهذا الشأن. نعم. أيضا إضافة على الدكتور علي هناك قواعد بيانات أو منصات أخرى إن شاء الله جاري العمل عليها وجاري تطويرها، من ضمنها منصة الأحياء التنوع الإحيائي الحيواني والسمكي والبحري. وهذه القاعدة إن شاء الله أنها ترى النور خلال هذه السنة إن شاء الله. يعني القاعدة ثرية الحمد لله، استطعنا من عدة مصادر أن نسجل حوالي 3,000 نوع بحري يشمل على أسماك وعلى كائنات حية وعلى أعشاب بحرية وغيرها من الكائنات. طيب دكتور علي، يعني من المؤشرات خلينا نقول الموجودة في السلطنة بهذا التنوع الكبير، ما الأشياء التي ممكن أن نركز عليها في المرحلة القادمة من خلال فعلا قواعد البيانات اللي قاعدين تشتغل عليها، وما هي أبرز المشروعات التي يتم الاشتغال عليها؟ حاليا المركز تقريبا انتهى من مشروع كان أيضا بالشراكة مع جهات مختلفة، هو استراتيجية حفظ واستغلال الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. فهذا إن شاء الله حيكون يعني خلال هذه السنة بيكون مصدر الكتاب كتاب، فبالتالي هذا الكتاب يحتوي على معلومات من التوزع الجغرافي لهذه النباتات، ما هي استخداماتها، وما هي
الفعاليات اللازمة للحفظ والاستغلال. وطبعا هذه مش فقط كانت يعني مجهود مركز، وإنما مجهود عدة جهات أكاديمية وحكومية في الموضوع، وهي إن شاء الله حتكون مثل ما تقول اللبنة الأولى لمعرفة التنوع وكيفية المحافظة والاستغلال للخطوات الأخرى. طيب هل هناك اشتغال موازي أيضا فيما يتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية؟ نعم، حاليا في مشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لمعرفة الدي ان اي للثدييات البحرية. طبعا تم تطوير المشروع بيننا وبين وزارة الزراعة، حيث أنها تمتلك المختبرات اللازمة، وحاليا جاري دراسة عدد 40 نوع. هذه الدي ان اي، دراسة الدي ان اي بتعطينا بالضبط شو الأنواع، تصنيع يعني اسمها العلمي والاسم المحلي لها. نعم. طيب دكتور علي، ذكرت أنه هناك فرص للاستثمار في هذا الجانب على المستوى العالمي، هل هناك فعلا رواج استغلال لهذه الثروات في الدول التي تحظى بهذا التنوع في هذه الموارد الوراثية؟ سؤال مهم جدا، وهذا السؤال طبعا أنا أعطيك مثال على سبيل المثال، معانا هنا يعني من الدول اللي هي الهند. الهند لو أنت مثلا سرت لأي فندق بتلاحظ انه مثلا صابون او الكريم او الشامبو مكتوب عليه وش من عناصر النباتيه الموجوده فيها، اللي هي منتجات طبيعيه. فبالتالي وهذه النباتات هي ايضا متواجده في عمان، متواجده طبعا بشكل بري. فهي فرصه الاستثمار كبيره جدا، ولكن انت ما تقدر تستثمر بدون ما انك تعطي يعني استثمار في البحث العلمي. تعرف ما هو النوع، ما هي وكيفيه استغلال الماده مثلا الفعاله من هذه النبته، كيفيه معالجتها، وكيف معالجتها. طبعا هي يعني هي مثل تقول خطوات اقتصاديه صناعيه على اساس تعرف ايضا السوق مالك، فكل هذه يعني يجب ان تاخذ في عين الاعتبار لما تستغل كنز من كنوز عمان. نعم، ذكر الان الدكتور علي ويصفها بانها كنوز عمان، وهناك معرض ايضا في المركز باسم كنوز عمان، ما الذي يحوي هذا المعرض؟ نعم، هو نعطيك لمحة بسيطة على المعرض. هو كنوز عمان كان بدأ بشكل كبير في 2015 في المنتصف الأول في منتصف 2015. طبعا هو كنا استخدمنا حاويات تم إعادة استخدامها، حاويات وهو عبارة عن كان معرض متنقل يحوي عدد من الكائنات الحية. تم تقسيمها إلى 4 أجزاء، اللي هي الكائنات الحية الدقيقة والكائنات الحية الحيوانات وأيضا الكائنات المائية وأيضا النباتات. وجاء لمختلف مناطق السلطنة، محافظات السلطنة خلال 2015. فخلال 2016 ارتئينا أنه فعلا هذا المجهود اللي تم وهذا يعني اللي حصلناه من استحسان من خاصة من الطلبة ومن بعض الزوار للمعرض، حيث أنه زار المعرض حوالي 11 ألف شخص خلال الفترة هذه. فقلنا أنه في إمكانية لنقلها المعرض المصغر يكون معرض موجود ثابت، موجود ثابت نعم في مركز في مبنى المركز في العذيبة. وطبعا المعرض مفتوح للجميع، الحين خصصنا يوم واحد اللي هو يوم الثلاثاء، مفتوح للجميع يوم الثلاثاء، ما عدا المدارس جاري التنسيق معهم ويمكن عن طريق الحجز يعني. طيب يوم الثلاثاء يكون مفتوح طوال اليوم؟ نعم، لساعات محدودة يعني خلال الفترة الصباحية ممكن لا يزاير أن يزور المعرض ويطلع عليه. طبعا يحتوي على مختلف الكائنات الموجودة اللي هي الكائنات النباتات والكائنات الحية الدقيقة وغيرها. وهو يفصل عملية ما تحتوي عمان من كنوز وأيضا المخاطر اللي تتعرض هذه الكائنات في السلطنة. طيب دكتور علي، هناك مهتمون أيضا لدينا في السلطنة بهذا العلم، وبالتحديد علم النبات. هناك ربما ما يطلق عليه الحكيم أيضا الذي يعالج بالأعشاب، لديهم الكثير من الخبرات المتراكمة في التعامل مع هذه الأعشاب وإيجاد وصفات طبية قد تكون بديلة للوصفات الطبية الكيماوية المصنعة. إلى أي مدى هؤلاء يشملهم أيضا موضوع حصر هذه النباتات؟ إلى أي مدى هم أيضا يساهموا بطريقة أو بأخرى في الوصول لكمية كبيرة من هذه النباتات وتكون رافدة أيضا في قاعدة البيانات؟ تمام، طبعا كثير من الأدوية التي حاليا نحن نستخدمها نسميها الأدوية الكيميائية هي
تقريبا 30 إلى 35% هي اصلا نباتي. نعم. وهذه جت يعني هالخبر وهالمعلومه وهالمعرفه جت من الحكماء. نعم. كما تقول عنهم. طبعا في عمان ايضا التداوي بالاعشاب والنباتات الطبيه هو يعني تقليد معروف. وجهات كثيره من في البلد هي بدات تاخذ هذه المعلومات، منها حديقه عمان للنباتات والاشجار العمانيه من ضمن فعالياتهم. كذلك حاليا المركز بصدد اعداد مشروع مع هيئه المحفوظات والوثائق ايضا باعداد انه نقل المعرفه الشفهيه بالنسبه للنباتات والتنوع الحيوي الى معرفه بشكل قاعده بيانات. فهذه طبعا مهمه جدا، لانه لما تعرف انت تاخذ المعرفه والمعلومه من الحكماء الى 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 شيء اخر متطور، طبعا هي يفيد كثير من البلد. نعم. ممكن حتى دراستها والتاكد ايضا مدى مطابقتها طبيا. بالضبط. طيب عبد الله، في سؤال اخير، المقهى العلمي الذي ينظمه المركز ايضا بصوره مستمره، تحدث عنه. نعم، بالنسبه للمقهى العلمي هو فعاليه طبعا نفذها المركز من مايو 2013 وما زال في تنفيذها. هو عبارة عن جلسات حوارية مفتوحة للجميع، نستضيف في عدد من المختصين والباحثين في مواضيع تخص الأحياء أو التنوع الأحيائي في السلطنة. نعم. يعني مواضيع ممكن تكون أهمية هذا التنوع، المخاطر التي تعرض عليها، تثمينها أو الفاليو أدد اللي نسميه اللي ممكن حصل عليها من هذه الكائنات. طبعا هو لقاء مفتوح يكون على مدى ساعة، يعرض فيه مختلف هالمواضيع ويكون نقاش بصوره مريحه وسهله. وهو يكون في نهايه كل أربعة من كل شهر، نهايه كل أربعة من كل شهر، وايضا من الساعه 7:30 المساء لمده ساعتين بالتحديد. نعم. ودعوه مفتوحه للجميع طبعا. شكرا جزيلا لك على هذه الدعوه، وشكرا لكم على وجودكم معنا. شكرا جزيلا دكتور علي بن حسين اللواتي، خبير الموارد الوراثيه النباتيه بمركز عمان للموارد الوراثيه الحيوانيه والنباتيه. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. شكرا. كذلك شكرا لعبد الله بن هلال البلوشي، اختصاصي الرصد وجمع البيانات بالمركز. شكرا جزيلا لك. شكرا.